تعالى ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء أصول المتون، خاصة أصول حديث المصطفى ورسول المجتمع صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل. فهذا هو المجلس 39 من مجالس بعد 100 من مجالس إقراء وشرح كتاب سنن النسائي في ليلة الأربعاء الموافق 11 من شهر شعبان عام 1442 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ من كتاب الأربعين وانتهى بسنن الصحيحين. يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. مجلس كان ومجلس بقول يوم سجال صدنات مجالس المنكر شرحكم من كتاب سنن النسائي. هابين كان وهابين أربعاء كنا بين كوي تمام بالشعبان كنا فرق بقول يوم الله باء يا فتح الجنة بجنا صلى الله عليه وآله وسلم. عن جزء جرني كتاب كي وين كبدنا أركان الإسلام ك شنت أهيد قدام بيجي كتاب الحج. عن جزء جرنا باب ك الله باء لحدنات إشعار الهدي. هديجا إن علامة الله يلو الله علامة حولها كعبد إله إلا قوة ذا وكسعده إن علامة جوني الله يلو الله علامة وكسر يباب كرباب يوين إشعارك وإن أما قرطة لو سورة وح لو سورة أما كرسك لغير راوعاء نبر يرلي قاسيو أما مالي رو إنت لغد رصاص كدي من الديجير وكده ديجار أساس العمر يقو أو علامة هل وقته حولها سمرك وحولها دي أو كعبد الله صعدة دقن كجري جاهلي وحوها إن حولها يقع لتابني إن لتابني حولها سين الله دواني أيوها والله سمكنا للتابعين أيوها وننحوها حتى هيجوا بعد هذه الأركان اللي استعمالين دقن جاهلي أيوها سيدوك رمك إسلام كوي من دقن زيس أضاء خلاص هذه كعبلا الأسر دين لويني أي أهنجري مرك على مدى صح الله يرى سيد أوجي حديث لو كنت ضابط قليه كوي تضابطنا حديث لو كنت ضابط قليه كوي تضابطنا هذا حديث صحيح. قال الإمام النسائي عليه رحمة الله: أخبرنا محمد بن عبد الله السمعاني وثقة، قال حدثنا محمد بن ثور السمعاني وثقة اسمه أن عمر بن راشد الأزدي اسمه حاوي وثقة، عن الزهري وثقة تطوية، عن الزهري محمد شاب الزهري عن عروة بن الزبير عن المستورد عن مسور بن محرم ويان له ولأبيه صحبة، قال وحير مسور: خرجنا وحب احنا مع رسول الله نبي الله احنا صلى الله عليه وآله وسلم ها حديثك التحويلي وأنبأنا وحنور رمي يعقوب بن إبراهيم الدورة الواثقة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري مسوى قطان قال حدثنا عبد الله بن مبارك وإمامك قال حدثنا معمر راشد الأزدي عن الزهري عن عروة عن مسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم. بسم الله. قالوا حير هذا خرجوا بحي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية زمن كحديبية الله بحي وعمر ذا الآذي أي نبي بحي عليه الصلاة والسلام في بضع عشرة مئة من أصحابه لو إيطوان بقلات لو إيطوان بقل والصحابة ذي سكمدة أي نبي الله بحي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كن يدور بقلوة طبعاً يدور بقلات وكن يدور بقل حتى إذا كانوا إلى أي كأهذان
اما قرت اي هذين بذي الحليفه مشيت الحليفه الى هذا قلد الهدي حوله والنبي اوذي عليه الصلاه والسلام كعبده وهدقها اي علامه يالي واشعر ديك ايونك كان كرسكيدي واحرم وحون كدواق النبي كان عليه الصلاه والسلام بالعمره كدواق مختصر وحديثك يو غابن حديث دير ايوها وكورم النبي كان عليه الصلاه والسلام طريق ادمري يوحي قبصدي هيو ايجي ري قرشد وحي كلا غاري هيو شروطي ادكيد والنبي كان عليه الصلاه والسلام صحابديس اي قاتين ايو كهلاي حديث لو كنت تطبق الى بيت تطبق هذا حديث صحيح. قال الامام النسائي اخبرنا عمرو بن علي فلاس وثقة حافظ قال انبانا وكيع بن الجراح وامامك قال حدثني افلح بن حميد الانصاري وثقة عن قاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق ويان واحد الفقهاء السبعة في زمن التابعين عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشعر وحو كديجيي وعلامه يلي بدنه حوله سي هديقها او كعبد او سعتي اي النبي كان عليه الصلاه والسلام يلي على مدس بابك سدح الى الحضنات اي الشقين يشعر اي الشقين اي يشعر انتو علامه دواء يلي قفك هديق الدرا أم هديك على ماينا أي الشقين لبض لنا كذبة وعلامة ويليا وحال قادنا يا سك ولا سر يا سريتان ير يا كروس كسال الله وسر يا حوله جيل هدوية مركب من كهم مديك بالا قديك مثل لحب على قديك أيوة وحويا مر وحويا ولا كذا ومبتدا ينقل مرنا ولا نصبياؤه وحين نقول إنساء مفعول مرنا والله صدبة مرنا سدح ومثلث أي 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 انتبه هذا مرك الحير أي الشقين أي ذا مرك حالدا ومفعول مفعول لما أي لغو كرطبي سو مقرن محي لي وحالد مفعولك وكما قيني هاي فعل كاس دنبه أو يشعر مفعول أي قاضني مفعول كيس إني ما إيش مجهول مرك أي داس كهر رئيس وحوادك سنة يا سدا مفعول لما سدا ويا وحالها مركو فعل كقدم بيا ومتعدية مفعول نقص قاضني هل جا يضع أي ذا وحويا ولا كربي ومفعول لما يقاضني يشعر أي الشقين يشعر هو أي الشقين بابك الله بكون يتضابق لي أحاديثك الله بكون يتضابق لي سيد حي تضابط هذا أحاديث صحيحة قال الإمام النسائي أخبرنا مجاهد ابن موسى الخوارزمي وثقة عن هشيم بن بشير الواسطي وثقة ثبت عن شعبة وإمامك عن قتادة بن دعامة السدوس البصري عن أبي حسان الأعرج مسلم ابن عبد الله وصدوق رمي برأي الخوارج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشعر على مدي وسري بدنه هله وهدي ادري اما اوذي من الجانب الايمن لن تمدك كروس لن تمدك ايو كعلم النبي صلى الله عليه وسلم وسرت الدم ديقنا وكا تري عنها يد حق يد واشعرها قرطا وحوسري علامه لو قرت اني هديتان اما كبه نقطه اما حركه قرقري حنا نقدينا ايو قرط النبي اغلي عليه الصلاه والسلام ولسكو اقول لو لسكو افغان جري حولها مره نوعاسا او كروس كان ديغير وكو ييلو قرطنا وحويان علامات اللو جري أما كبه النقدين أما سيد نوع إيمان دون تحر كل الصواهي هالنقدين لو جري حولها يجا هدي أي هنجرين رغم هسا يلو يقاني باب وصلت الدمي ليجا إن لقى تره عين البدني حولها مركل العلامة ضيا يباب كان بابي حديث لو كنت ضابق اليوم أفر يتضابط هذا وحديث صحيح قال الإمام النسائي رضي الله عنه أخبرنا عامر علي فلاس وثقة حافظ قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وإمامك قال حدثنا شعبة وإمامك عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرتي كان هذا بذي الحليفة مشهد الحليفة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر وحفر ببدانته حشيس أي أمر بحيي إن هو لقى قبط هوش لقى قبرة محيطه فأشعر وحال السري في سنامها كرس كذي
من الشرق لنا علي من أمريكا ثم كذب نسلتا وحكى تري عنها ليجي حاجة ذي يكتري وقلدها قرط يحوس لنا علينا لبكبوت يقرط سري فلما قرط استوت به مرك هالشي قوتي أي لا استأكدي على البيداء ماشى برنانك أهيد وذو الحريف كتالي أهل النبي جن حقول واقعي حجكي أما وحي ومحوى حرنا يقول واقع النبي جن صلى الله عليه وسلم هدي أي تيد الحليفة هنا عفوا هدي أي تيد حجة الودعنا واقرانك هدي أي تهي عمر ولينك عادي هنا عمر أي النبي جن كل واقع صلى الله عليه وسلم فتل القلائدي قار حركة أما بق حرق قارت الوضوح حرة هشة أمر تيجا إن لصوها ولا هجاجي بيحكوا على رجبات من بابي حديثك الله محاها مرك حدك إلا هذا أما حدك حول الله درا قف قيل وديار دروب وحتى حولها سبيح سيرة إلى علامة نقول الله لسيد دياريو ديار أنت إذا يبابك من بابي حديث ربكم تضرب قليل شني تضربات هذا وحديث صحيح قال الإمام بن سعد رضي الله عنه سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن شاب الزهري عن عروة بن الزبير وعمر بنت عبد الرحمن الأنصارية واثقة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها أم عائشة قالت وحيت لي كان وحواد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي مد هدي الدرة من المدينة مجال المدينة النبي قال مجال المدينة جوب عليه الصلاة والسلام أن الحج آذن أي هدي حولها وعود رجلي فقرضك عبد الجوب النبي قال ودي جري عليه الصلاة والسلام فأفتلوا أنه حان قمن جري مركب وشغل قمن جري ومحايد فأفتلوا مركز زوه جري قال إذا هديه هدي النبي قال ودير عليه الصلاة والسلام قار حرك وقار تحرك لو حري إيو حويان قرّاس إيو الله المرة أي أنا أنت لجري ونق محوها أزوه جري ثم كدمنا لا يجتنب كما فقادر شيء شيء ومما كمدة يجتنبه وكف قاد المحرم وقف محرم كان مركو حر حرمضه وهدينا وضع سو حاسك كما فقاد سو عطرك إيو حيوان أدق كما فقاد سو در إنه محوها مخيط هو جرك الله تلا إنه حرس كما فقاد سو أجار كما فقاد سو حويان وحياه بدن لو بديدين أنت أيضا النبي جانا مد وكف وجان جري مجر قفك هدي قاد وكعبض أدره استجنا أوسا حجنين وحي قفك هدي جود وحجك سعد كحرام هاي استجنا كحرام مين غنيان كحرام مين غنيان ما يويان لكن محل شاهد كحويان فأفتلو وحنسوه جريوا مرك حوله هدي جاي ولا دراي إن لا دياري على مدي لو قرنا إن أي طريق النبي جن وسمين جرايتها عليه الصلاة والسلام أي حديث كأم عائشة وعدين رضي الله تعالى عنها وأرضها وأيه حديث كلا بكون تطابق لي لحي تطابق ترد وحديث صحيح قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا حسن بن محمد الزعفراني واثقة قال أنبانا يزيد ابن هارون الواسطي واثقة المتقن العابد قال أنبانا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن القاسم ابن محمد بن بكر الصديق واثقة فقيه ويان وفقيه عبد الرحمن عن أبيس أه القاسم ابن محمد أحد الفقهاء السبع عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيت الأمون عائشة كنت حانا أفتل مت صهدة قال إذا هدي رسول الله رسولك صلى الله عليه وآله وسلم حولها هدي قا وتكعبض ودرا قار حرك هذا هي وحيابها اللقوع على مضي ينسوه جري فيبعث بها مركز ودري جري ثم كذب يأتي وحو لا إيمان جري أما سمين جري ما يأتي الحلال قفك حراشة أن الحرمانين وحو سمين أيو لا إيمان جري النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ الهدي محله إلى حوله ماشي لو ترك لأنه قورع يقول قارن النبي قلنا قف عادي هنو دقم جري صلى الله عليه وآله وسلم سويتان مثل قرنين إن لصوها وحركة لصوها مثل قرنين مثل لهجد كلا أتقنى يا عمان لا وعادي سوما وي حديث قلنا بكون تضبق اليوم تضبق تضبعتنا هذا حديث صحيح قال الإمام النسائي عليه رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي الفلاس واثقة حافظ قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد هرمز ويان ثقة ثبت قال حدثنا عامر بن شراحيل ويان الشعبي ثقة فقيه مشهور فاضل عن مسروق بن أجدع واثقة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قال وحدثنا أم عائشة إن كنت حانها لأفتل مت صهدة قال إذا هدي رسولك صلى الله عليه وسلم هدي قدرة قور حركوضة أيان سوه جري ثم كدبنا يقيم ونقان جري وحجم آذن جري ولا يحرم من حرم جري سوى ماشي جوغاي ومركو قف عادي اسكاهن جري مركو اسكو محرنو
inaad kacbada ilaahay subxaana wa tacaala xoolo hadii u dirto oo fuqaradii loo gowraca maalin tobaraadka ah gurigaadan aada joogta, yacni waa wax caadi ah oon dhib lahayn. Marka qofkii xaajiga ahaa xoolaha kaxaynaya waxyaabihii ka xaaraamta ahaa adiga xaaraan kaama noqonayaan. Sidaas ayuu xadiidka caddaynayaa ay ummuna caaisha sheegaysa radi allahu tacaala canha wardaa. Xadiidka 2787-aad waa xadiid saxiixa. Qaala alimaam ibnu sacad akhbarna cabdullahi ibn maxamed aldaciif. Aldaciifkaas waa daciifkii istilaaxay maan, yani waa magaciisa, magaca loo yaqaano waa ee daciifka aad taqaaneen oo muqaabila athiqa ma ahan saa u fahmina. أيضا حديث الأولى حجر هذه قف قال ضعيف ليلى ضعيف محله مرينا يا مقابل الفقهي لكن كما نانيس أوليها الضعيف يا لونا يا كل يوم عليا من عاتئيه نسكت تبردر لها واثقة. قالوا في حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير واثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره ورمي بالإرجاء. قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي وإمام كأتقنين مشوركها عن إبراهيم بن زيد النخعي عن الأسود بن زيد النخعي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت وحيت أم عائشة كنت عنها أفتلو مت صهدة القلائد قرح ريالك وأورت يجيل لو قرحه لهدي رسول رسولك صلى الله عليه وسلم هدي ودرعي فيقلد مركز قرط أسر جري هدي وهدي جزء حركها أنسو هاي أيو نبي قرط أقل جري حركة مركز كب يوحل وحروا ثم كدم يبعث بها ودرجري او كعبدي ايا لو درجري هديغاس ثم كدمنا يقيم ونغانجري لا يجتنب كما فغانجري شيء ومما كمده يجتنبه المحرم قف محرم وقف هذا مد كمده كما فغانجري نبينا صلى الله عليه وسلم. حديث لو كنت ضبق اليوم سغالي تضباتنات واحد صحيحه. قال الامام النسائي اخبرنا عن الحسن بن محمد الزعفراني وثقه عن عبيده ابن حميد التيمي والبغدادي واثقة البصري البغدادي لبض والإله هذا واثقة لبض مقالب من سمر إلى غيابه. عن منصور ابن المعتمر واثقة ثبت عن إبراهيم يزيد النخعي عن الأسود عن عائشة قالت وحيت الأمور عائشة رضي الله تعالى عنها ورحمة جميع الرواة لقد رأيتني وانس أركي أفتل أنو سوهي قلائد الغنم أريق قور حركيزة لهدي رسولك صلى الله عليه وسلم هدي ودرعي ثم كدي من يمكث ونجانجر حلالا. هديك مركا وحنا غانجر يسقى حلالا أو المحرم هين هديك مركا كعبد الله ديره لازم أهل إنه أور يقال يهولها النقض مايا حتى أريج النبي يدير جري عليه الصلاة والسلام أريج يدير جري هديك مركا أريج حتى ونقرية باب ما يفتل وحي لقصها منه حجز القلائد هجانك إيه حركها قرط الأسرة أورته وحي لقصها يباب كانوا بعد حديث لما كنت ضابق اليوم تضابق الإسديتنا هذا حديث صحيح. قال الإمام النسائي رضي الله عنه الحسن بن محمد الزعفراني وثقة قال حدثنا حسين يعني ابن الحسن حسين بن حسن البغدادي عفوا عايز كي لحق لعفوا ننكي عبيدها أهرة والزعفراني أحكوه محوها كوري حديث لما كنت تضابق الإسلالي تضاباتنات وحان سونيري أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني زومها واثقة عن عبيدة ابن حميد التيمي عبيدة ابن حميد التيمي كذبين وحن ذلك عن البغدادي ما هن البغدادي وانك ذنب مرك عبيدة ابن حميد التيمي صدوق نحوي ربما أخطأ سدح صفاء يلي وصدوق طلبنا ونن نحولية نسدحنا إنه خطأ كذا عيا سورة قال مرة غاب نين كان ذمرا وحويا حسين ومحمد نكل إلى حسن ابن محمد الزعفراني وكورنا وحال إلى حسين يعني ابن حسن البغدادي ثقة ويكامر عن ابن عون عبد الله بن عون وثقة ثبت فاضل عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق ويا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت حديث من عائشة أنا يا فتلت صهي تلك القلائد قرح ريالك أيها إيه حركها سوغانك أها من عهنم صوف أما حس كل واحد هذا بقى. كان هذا عندنا أكثر نجا ثم كذب من أصبح ونبي جوكوا بريت فينا أنا جرح ذا نجا مركي حوله أن قط سميني حس كل شخص يحركاس أن قرط أن وحرني الله دير كذب ثم كذب من أصبح هو بريت فينا رح ذا نجا وسكت جوج ما المأذن النبي صلى الله عليه وسلم
حورينا واي تجين فيأتي وحو سمين جري ما يأتي الحلال قفك حلاشة من أهلي ليركز وحو كسمين أيو كسمين جري وقفك مكو محرم يا ليركز مو دوان كروا ميا ولا حتى مباشرة أيو لو ما دوان محوها إن تمتعي لما أقرا وما يأتي الرجل ينكو وحو محوها تجو من أهلي ليركز أيو نبينا سمين جري صلى الله عليه وسلم ما يأتي الحلال من أهله وما يأتي الرجل من أهله وأسكون عدين فيهر لسي عدين باب تقليد الهدي هدي إن قرطة وأهل سورة يبقى أن بابين هدي النبي أنوهي صلى الله عليه وسلم حديث لو قد تطبق اليوم كويس ديتنا هذا حديث صحيحة بسم الله وعي حديث لو قد تطبق اليوم كويس ديتنا أو تقليد الهدي وحويان هوس إيماني حديث ربكم تطبق لكويس ديتنا هذا حديث صحيح قال الإمام النسائي رحمه الله محمد بن سلمة المرادي وثقة قال أنبأنا ابن القاسم عبد الرحمن القاسم العتقي ويان وثقة قال حدثني مالك ابن أنس بن الهجرة عن نافع مولى عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وارضاه وعن أبيها وعن أمها وعن أبيها ويدت واتقنا أنا وإسلام دي منجرتي إيضا قال أنها إذا قالت وحيتري يا رسول رسولك قال له ما شأن الناس ذاتك ما حاكوا دعي قد حلوا أي حلالوين بعمرة العمراء يكون حلالوين ولم تحلل أذن حلالوين أنت أذيك من عمرتك عمر ذات ما حاد داري ذاتك حالت سي حجرا ذاتك كل سعودي عمراء يقول تيوا اسك حلالوين أذيك أنا حاجك أتكتا أنت عمر ذاتي كماذا حلالوين سي حجرا قال وحير إني أنيك لبت رأسي مدحيك أيان أتكيي وواتيك أن كسو هالي نتأمحوها إن مدحا سي أي إنجر إيو سيدوك لو حويان بورك إيو كالتاقيتان كوتماهي كتاكتاقمان إيو ماداما قبيس إيو ما يلغون نستعان لهلين وصفر أدق الوجر إنت مهما كالدجيو وهو حيابها لسمين جري وانا إيه بنانتهاين أنسو مرني مركا نبيك أن وحير إني أنيك لبت رأسي تماهيك أيان أتكيي وقلت هدي هدي قام وتين قارته وحنسه سري على مدى إن هدي تلو جرناي فلا أحل محلل باي حتى انحرى إلى أنك جورع طمانات كأنك جرا حلل بثار مجرت أيون النبي صلى الله عليه وسلم حديث لو كنت ضابق اليوم الله بيزديتنا هذا حديث صحيح قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي واثقة سني مأمون قال حدثنا محمد بن عمد بن جعفر وغندر واثقة صحيح الكتاب قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي وصدوق ربما وهم قال حدثني أبي أبيز وهشام الدستوائي واثقة ثبت رمي بالإرجاء عن قتادة بن دعامة السدوس البصري عن أبي حصان الأعرج صدوق رمي برأي الخوارج آهي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله نبي صلى الله عليه وسلم قلت أتى ويمد ذا الحليفة ماشي ذا الحليفة ما تكون نبي نيمد أشعر وحو سري الهدية هدي قوتي أي كروسك كسري ميدك تولي بسان سومرني إلى جانب السلام كروسك إن عيسى على يمين أميك تام ثم كد من أماط عنه الدم ديك أيو كتري وقلده نعلين لبكبوت أيو النبي أن عليه الصلاة والسلام قرت أسري ثم كد من ركب ناقته هشيس أيو كري فلما قرت استوت به البيداء ماشى بيداء مكة إلا استاكتي لبى مركز النبي أن تلبية لي من صلى الله عليه وسلم وأحرم عند الظهر ظهر كأكتيس أو مركو كبحي أي نبي كان تلبية ذلك الماضي وأهل بالحج حج يقول واقع حج كان اسمه هنا حج يا عمر سجر يا هيد باب تغريد الإبل جيلة إن قرتوا حلو السورة وكي هرام بيسكوت لو يناد مكة لدونا حديث لو كنت تطبق لي سد حيث ديتنات قور سور كمركة جيل لي عربي ولو سوري حديث لو كنت تطبق لي سد حيث ديتنات وحديث صحيحة قال الإمام النسائي رضي الله عنه أخبرنا أحمد بن حرب الطائي وصدوق قال حدثنا قاسم وهو ابن زيد ابن يزيد الجرمي وثقة عابد قال حدثنا أفلح ابن حميد الأنصاري وثقة عن قاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق ويان وثقة فقيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت عثمان بن عائشة فتلت وحنصه قلائد بدني رسول رسولك صلى الله عليه وسلم جريسي هديها قر حركيسي أيان صهي بيدي لبدي الدعمات أيان صهي ثم كذب قلدها النبي عليه الصلاة والسلام وقر حري وأشعرها وصري ووجهها وحو أدري إلى البيت كعبة أدري وبعث بها وندري ووجهها وحو أجهي إلى البيت وبعث بها وندري وأقام النبي وسكن قادمك
فما حرم كما حرم نقول عليه كركيس عليه الصلاة والسلام شيء شيء كان هذا له إسق حلالا وحبنا عليه حرام كما نقول صلى الله عليه وآله وسلم. حديث لو كنت تطبق لي أفر إزدتنات وحديث صحيح. قال الإمام بن سعيد أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه قاسم بن محمد بن بكر الصديق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت حديث أم عائشة فتلت وحن صهي قال إذا بدني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال هل هي أدري كعبدة هديها قرح الكودي أيان صهي ثم كذب لم يحرم نبي ما حرمنين وحب يعني حجم حرمني ولم يترك شيئا شيئا كما تقول من ثياب الأرك وحرمت كما دهين كما دهين والله بدي قف عدي إلا بدي مرة عدي أما الأرك إحرام كل حرمنا محرمنين الأرك سعادة أيو نبي جنس قوة عليه الصلاة والسلام معناه مرك أنت أنا حديث عن مرئي قرن ما دون كربو حي عدينا ين إن هدي أدهدي كعبدة أدرته أو أديك أقول هذا الجوكت وح كحرم نقنا أو هران كأجى حارة النقض إحرام بدرتيس مجرى يوم وحى كره حارن كأها حارن كأيهم لكن وحى كأجى حارة النقض إحرام درتيس كأجى حكام حارة النقض يعني قف كحرم كأذي أو حج كحرتي إسكو حقول ما النقض إنسان أما قف كعمرة أذي إسكو حقول ما النقض إنسان أنت أصي يا حديث يا عدين يعني والنبي جينا عليه الصلاة والسلام في الكيسي يوحى سمينا أي أمنا عائشة سفي عن نوع عدين إنسان باب التقليد تقليد الغنم باب تقليد الغنم أرجع إن وحوى قرته وحلوسه إسنا وعلامة إن هدي وياه الوع درنكره إن لو صمي إن هدي النبي جنت صلى الله عليه وسلم وياه هل كان أنك جلني حديث لو كنت رابق اليوم شن سديت رادوا حديث صحيح قال الإمام بن سعد أخبرنا إسماعيل بن سعود الجحدري واثقة قال حدثنا خالد ابن حارث الجيم واثقة ذب قال حدثنا شعبة وإمامك عن منصور المعتمر واثقة ذب قال سمعت إبراهيم بن يزيد النخعي واثقة ثقة فقيه لكنه ماذا يعمل يرسل ويدلس عن الأسود بن زيد النخعي وثقة عن ثقة المخضرم ويان مخضرم معويان مشهور ها هي أسود بن زيد النخعي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت أم عائشة كنت حنا أفتل مت صهدة فلا إذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي ودراي قرحر كوضة يحرق قرط الله وحرائي ولقوا على مدينة أيان سوه جري غنم الحال ويهي هدي هدي قال الدرع المحوية بقيل أمسو أري وما يو أري أري أي أنت مدين لك هاي أي كدب لما قال مكة لو جنجري فوق رضا حرمك إلهي سبحانه وتعالى بيت على جوبته هدي لو كنت طبق لي اللحك سديتنا دو حديث صحيحة قال الإمام النساء عليه الصلاة والسلام أسهم من سعود الجحد واثقة قال حدثنا خالد محاذ الوجيم واثقة ذب قال حدثنا شعر وإمامك عن سليمان الأعمش عن إبراهيم يزيد النخعي عن أسد بن يزيد النخعي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير رسول كنا يهدي الغنم أرجع يهدي أهل الدرجري صلى الله عليه وسلم حديث كلامك تطبق اليوم سداد سديتنا هذا حديث صحيح قال الإمام النساء عليه رحمة الله أخبرنا محمد بن بشار حدثنا مس أخبرنا هناد بن سري أبو سري واثقة ثبت عن أبي معاوية محمد بن خالد البرير وين عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى وحوهديه مرة مر غنما أري وقلدها ونا قرت وحسري حديث لو كنت تطبق لسداد سديتنا هذا حديث صحيح قال الإمام النساء عليه رحمة الله محمد بشار وابن دارة ثقة حافظ قال حدثنا عبد الرحمن المهدي وإمامك قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن هران الكاهلي عن إبراهيم بن زيد النخعي عن أسود بن زيد النخعي عن عائشة قالت وحيت الأم عائشة رضي الله تعالى عنها ورحمها جميع الرواة كنت حنا أفتل مت صهدة قال إذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي جيسي وكعبد أدري قرح كذي في حرك كذي أيان سهجري غنم من حلو حل درا هديك ثم كذب لا يحرم أسنا بحرم جرين عليه الصلاة والسلام حديث لو كنت سديت بغليه أما تضاب بغليه سقال سديتنات وحديث صحيحة قال الإمام بن سعد أخبرنا محمد بن شارب بن دار قال حدثنا عبد الرحمن ابن المهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم بن زيد النخعي عن أسود بن زيد النخعي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت حديث أمنا عائشة كنت أنا أفتل مت صهدة قال إذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي جيسي قرحر كودي يحرق كودي غنم حاله أري ثم إن تكذب لا يحرمه موسى حرمنجر صلى الله عليه وآله وسلم لبد حديث وهذا الدنب اللفظي حتى ويكمل يسين سمو جدا حديث لو كنت أطبق ليس عشر لكن حكى لدول روادي أياك لدول مسواسكم مت ميا سفيان أيا وحاو مر وحكورنا يا منصور مر وحكورنا على عمش بس
انت اصلا فرق ودحيه حديث لو كنت تطبق ليس عشر حديث صحيح. قال الامام النسائي اخبرنا عن حسين ابن عيسى ثقه بويل هي ثقه وعدل يرجد الطائي وهي صدوق صاحب حديث حافظ بن حجر وهو صدوق صاحب حديث. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وصدوق ثبت في شعبه مركو شعبه كوري وثبت. قال حدثنا ابي ابيز وعبد الوارث بن سعيد وثقه ثبت رمي بالقدر وياه ولم يثبت مرك سجن رهن كسجا. عن محمد ابن محيدين قرن عن محمد بن جحالة الأودي وثقة ها حديث أبي تحوير وأنبان عبد الوارث ابن عبد السمد ابن عبد الوارث وصومر قال حدثني أبو معمر أبو معمر وانك يا هي التيمي عبد الله بن عمر مياه بن عمر بن عمر ابو معمر كان عبد الله ابن عمر التيمي وثقه ثبت التمرمس التيمي التيمي سمع. قال حدثنا عبد الوارث قال انبانا محمد بن جحاده الاودي وثقه ونك وتصومرين اي عبد الوارث كلام ضوء عن الحكم بن عتيبة الكندي وثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس عن الأسود عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت عائشة رضي الله عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن أمها كنا وحان نقلد هو قرط حرق أسود أشاتا الناف كأرقة أو فيرسل بها مركز الدرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا استجوا حلالا لم يحرم أنا حرمني من شيء لم يحرم أنا كحرا لجن أما كحرمني من شيء شيء وان حرام اي كاهين اي النبي قال عليه الصلاه والسلام جري جري حرام وحكاه هو حرام حرام وها لكن حولها سؤال دري او قيد وحوال النبي حرام او من نبجر عليه الصلاه والسلام وحرام حلال وها بابك تضواتنا تقليد الهدي هدي ان قرط لوسو ان عليه لما كبر حرب انت روح لقرها رعيه ان اي كمده هدي وحيا به لقوا على مدين جري حولها هدي ايو بابك انا بابك حديث لقوا تضوبق اليوم كويسك عشان هذا حديث صحيحه. قال الإمام النسائي رحمه الله قرنا مركب كباه محلو قلنا يا حرم كمساكين تودينا كباه سكراب حرم حرتان مركب بقول حرام بحاول يمد البقرة قبل أسر لا بكب هذا لا قلي مع هلايا يعني فقراء دي مساكين ده حرم وجود كبي هلايا يعني بقول كبا ضام إيش الله سعد وكله بسنة يعني ما هن كبا ولا ما هذا هم إيش الاسكسورة ما هن وكبا عادي يا عجائبه خير بلون بقى كسرة هذي لو كنت تطبق لي كويه يا شيخي ها ما حدا عي ها ها حرم كعبد يحرم كم يا ميل كمساكين ميل كمساكين بدن وعالم كذا نكون أكسونا ويرت وحبضن وحبضن بس الحين وحبضن أو بضن أو بضن أو بضن أو ذن فيلين أيا كجر مش وهذا أدنى لوج الجل كده مركو حويان وهذا الجين تاس قار بضن ويد الجين شكي ملها لكن قار بضن أدب وبهين وليه بخاصة ضدك أجانب تأ أو مجال لما كي ما هي جدة أنا بضن ضدك دجن مكة هي جدة ضدك دجن أنت هذا بضن وأجانب بقولك بكونت أنا دي أي نجارين ويكون دوانيا تتك أيها مركا إن بدنا كميت مش غيستان حافظة أن وحضر كيسا أي دقينهين قليه كسوق حي برما بري مسلمين تلبابينا هي قليه كسوق حي أو جدة حافظة كدقن أو بسيبة أو مكة كدقن بورا كركض أو أدو تربضا قليه نيجيري ميلاتي أفريقيا ماضي أو حي حي محوها شارع المنصور ميلير هذا مكة كتالة أيها أو بسيبة دقن أيها ركيسا حجيدة وحاول ينقار أي الله صوت وراه ينقص بريها لقوفها مي مساكين أي دور بقول كل مسكين أي فيزا حد يلوس وجينا يعني ماشي على كياني مركز مركز أي أي توكسنا يعني ولا عقتي أي قلي أي كذا نعصر ينقص صوت بريها اللي يروح لقوفها مي حال غير الله يا ودار كيسان هذا كيس قف أنت اللي بديسك عمود لا بي يا وقلاله حري قامها ملاه ولا صوتها وبري قامتي الله والله حري مركز إلي قامتي أي قانت أنا ماني نسا ماشي على قتوس قيبتر يا وكو إلا ويسدع إيشان إذا بطل هذا واحد بضم بجرم مرك مساكين دو يتولين آد بأجوغا وليبا سيئين بعادين
حتى دتك أودش دلك لفت الكيسي دت مساكين وبدنا كذي هذا بدنا مركا رح يبها عدالة اللبنان يا كميت هتك بس وقت دلك قار قد الله سبحانه وتعالى كم من يستي بترولك هي النعمة وكم من يستي إن مساكين أي جوكت ما بقى هبه وصارت تجيس سدربت ما أنتوا علي يا با شن إلى شن مليون إلى كوي 8 مليون أو برميل إن ما أنت اللي يبقى أو بترول إلى كوي 8 مليون شن مليون إلى كوي 8 مليون عايز محي نقرا يا مقياس إذا ما لقى القياس راح القياس راح يلاقي يا شيخ ما يوحى يا من يزين أيها السين يجون هذا السين حقيقة يعني مركز وديابي واحد شيء تبي قرنيس مركز أفقون يا وحيري أما هذا صعك يا بعدين كده بوارس كلاف وياه مركز حالات أنا قادر تسأل ما ينسان ماها مش عريس أياجر وحاول يا مركي عبيتان الله قيبنا تطلب إسكت ليه عبيتان بابور محوها يعني حالات هذا المليان كده يا كجرت بس لا هاي قحوتيه ده سومالي ده باكد دلين قوات وايه يا شيخ جيدو اسكي قلع حرام ايقا دمالا جيدو دمالا ايقا لو اتر قلع اسكي قلع حرام ايقا لو دياري كواس وايه حديث قلع بكنت اضبق اليوم كو ايو سكاشنا تسوم جبن وحديث صحيحة قال الامام النسيح عليه الصلاة اخبرنا يعقوب بن ابراهيم الدورق واثقة قال حدثنا ابن علي واسماعيل نينك اتقنين قال حدثنا هشام الدستوائي وسنبر والله بدا وثيقة تبتوى عن قتادة لكن واحد بدا وضعه الرأس عن قتادة بن دعامة السدوس البصري عن أبي حسان الأعرج وثيقة أبي حسان الأعرج الجفيري صدوق رمي برأي الخوارج سوما مركز ثقة حقيقية مالك نعم ده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرتي أتى ويمد الحليفة ويمد أشعر الهدي هديك أيو سري من جانب السنام كروس كدين عيسى على إيمان إمريكتا ثم كدب الأباطة عنه الدم بيجي سؤال كم جمع الدم يكتر تري ثم قلده وقر حري نعلين لبكبوت ثم ركب وحكر راقته وجيزي فلما قرت سوت به اي كره اكاتي ولا استات البيداء احرم بالحج يكون واقي عمره ولا جرتي واحرم عند الظهر ظهر اكتي سوي بكذبه واهل بالحج النبي كان يقول حجك عليه الصلاه والسلام هل يحرم اذا قلد مركو قورته وقليه هديجي كدمي يحرنه من سكهره هذه لو كنت تضوب قليه لبس عشان هذا حديث صحيح الاسناد قال الامام سعد اخونا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد أنا بالزبير محمد بن مسلم تدرس وثقة وتدوق مدلس عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنهم إيجي كانوا حين إذا كانوا قرطة أعظم حاضرين كولا جوغوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة مقال مدينة بعث بالهدي هدي أيها النبي قال ندري جري فمن شاء قفك الدونان أحرم مركز حرم جري وحجك أذي جري هي عمرضي ومن شاء قفك الدونان ترك وسكا دافي جري وسكا جوغ جري مركز دي هدي قد قرطة وحقري سمعنا ما هو لازم تقول نقضي هنا عجز لازم ما شدا ويا حديثك أما بابك ربي تضبطنات هل يجب تقليد الهدي هديك إنا القارت وحق ليسه أود على مديسة إحراما إحرامي كوا جميل جواب تدو حويا حديث صعطة نشي وامية هذه لو كنت تطبق اليوم سدح يسك عشان هذا حديث صحيح قال لي أبو نسعان تقول أصحاب المنصور الكوسج واثقة قال أحدنا عبد الرحمن المهدي عن مالك ابن أنس بن عبد الهجرة عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم واثقة عن عمرو بنت عبد الرحمن الأنصارية وثقة أيضا رضي الله رحمه الله ورحم جميع الرواة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى قال وحديث من عائشة كنت عنها أفتلوا ميت صهدة قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي جيسا قور حركوا يحرقوا بيدي لا بيدك عمود ثم كذب يقلدها قرط ينبغى نسل جري رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديك عندي سن ثم كذب يبعث بها ودري جري مع أبي أبيه أيها النبي راعن جري أبيه واكي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى وارضاه فلا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تجد شيئا شيء أحال له الله لينوحى إليه عز وجل له إسقى حتى ينحر الهدية هدي إلى كبه ورعه
قف أنا حولت درن إيه قف دري إسكوميد إنا يهين أي أمنا عايشة عدين إسا ومرك مربع هدي جهدي للتقليدي وقارت وحلو سورة أما والله الصرا وحلاز إنا الحرة تماية إسكما إسكما حرنا إسمها اللازمة حديث أبو كنت أبو قريب أفر إسكا عشرات وحديث صحيح قال الإمام النسي عليه الصلاة والسلام أصحاب إبراهيم الحمد لله إن رهوي وثقة ثبت حجة وإمام وقتيبة بن سعيد عن سفيان الثوري عن الزهري عن عروة عن عائشة تدعو العلوس أيها الكاسكوي ميت وأدرني سام أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت أم عائشة كنت عانى أفتل ميت صورة قال إذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي جيسا قال حركودي حركودي أي أن سوه جري ثم كدبنا لا يجتنب كما فقان جرين وكما دعيران جرين شيء شيء مما شيء أو يجتنب وكفق هذا المحرم قف محرم كان ما سمنجر نبي صلى الله عليه وسلم حديث كنت ضرب قليل شن إسقى عشان هذا حديث صحيح قال الإمام النسائي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن القرشي وصدوق قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال سمعت عبد الرحمن ابن القاسم ابن أبي بكر الصديق ابن محمد ابن أبي بكر الصديق ويان يحدث زوجة ورمي عن أبيه أبيس أو قاسمة قالت قال وحيلة قاسم قالت وحيت عائشة أم المؤمنين كنت حانا أفتل ميت صهدة قال إذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي جيسا قور حرك وضع أما قور حرك حولهث أيان سوه جري فلا يجتني بكم أفغان جرن شيء شيء ولا نعلم مؤقن الحج حجك يحله إنو فرة إلا الطواف بالبيت ولا نعلم مؤقن الحج حجك يحله إنو حلاليه إلا الطواف بالبيت بيت إنو طواف مؤقن كله بحديث ترى حديث ما إسليه لكن حجك محافرة طواف البيت كاس وحرجة طواف الفاضين يريد جد مركز عرف الله صومري هو حويان جمرات الله صومري وحوله الجورعي وتمين الحيرتي كدينا وحويان إن طوافك ساس إن قصدك إنه يهي أي سورة قال والله أعلم ولا نعلم الحج يحله إلا الطواف بالبيت هذا لو كنت طبقه لي لحسك عشان هذا حديث صحيح قال الإمام النسائي رضي الله عنه أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص السلام بن سليم الحنفي وثقة ثبت عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة قالت وحيت من عائشة إن كنت حنها لأفتل من صهدة قال إذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي جيسي قر حركودي ويخرج أم يخرج بحنجر بالهدي مقلدا سجى وقرط لجري علامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم ومجال المدينة كن نجيه أما كن نجيه ما يمنع يمتنع كمر يبتوم جرم من نسائه دمت كيس كمر يبتوم جرم نبينا صلى الله عليه وسلم حج كمر كمحضورات كيس وحودرا وحاول ينفقي دمر كنا وقد أقدان سقبه تاس أودرا أودن بوين وحج كدرنا وقوة بري كاس حتى نبينا كيس كمير لنجرم إلا حج مش مويل مش حج حج ك لبيك الله حج قادر هذا هو حقول على غدوه لكن حالا دري حج كمحوها كوما لازم أيه وحج ك لو دي داي لو ما دي داي حديث لو كنت تضابق اليوم إذا سيدت أما تضابق إيوه سجاشنات هاي هاي وحديث صحيح قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بن قدامة القرشي وثقة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي وثقة ثبت عن منصور المعتمر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت وحدثنا من عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وعن أبيها وعن أمها ورحم جميع الرواة لقد رأيتني وأنا ساقي أفتل أنا سوهي قال إذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي أودري قول حركودي من الغنم وأريا فيبعث بها أودري جري ثم يقيم نجان جري فينا لحد نجا حلالا حال ويهمت حلالا يقول احنا نجان جري باب سوق الهدي هدي إن لك حي يباب كانوا باب حديث لابو كنت ضابق اليوم سيدتي سجاشنات وحديث صحيح قال الإمام النسائي عليه رحمة الله أخبرنا عمران يزيد وصدوق قال أنبانا شعيب ابن إسحاق ثقة رمية بالإرجاء قال أنبانا بن جريج عبد الملك بن عزيز بن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد وغندر مثل جعفر بن محمد وجعفر الصادق ويان عفوا جعفر الصادق ويان جعفر الصادق وصدوق إمام فقيه عن أبيه أبيس ومحمد ابن علي ابن أبي طالب وثقة إسنا فقيه سمعوا حكم أغلي وحديث وكوري مع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه جابر سمعه حكام أغلي يحدث سوى كورمي أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق إنوك هديا في حجه حلق حجنا هدي إنوك حي واللحظة نسد إحنا السقع وكسوك حي مقال هذا مدينة انت كرر علي كيني بنك يمن
سيدة حديث كلا عدينا ين باب ركوب البدنة حشة إن هدي أهان لو كحيو لو لطبعا هدي والله وضع هدي قفك أوبا هذا إنه جاليد كده كان كرب بناني أي بنان تأيو باب كانوا باب حديث لو كنت ضرب قريب سجال إسجاشنات وحديث صحيح قال الإمام النسائي عليه أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن دار الهجرة عن ابن الزناد عبد الله بن ذكوع وثقة ثبت عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز أسنوى اللمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه راوية الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حاج رجل يسوق كحينا بدنة هل هدية وهديهان وحرم في قوضة دب الصعود وكحينا يورك قال وحي النبي عليه الصلاة والسلام اركبها واركر قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها هي بدنة وهل هدية قالوا اركبها كروي لك هلا قال في الثانية مركلات أو في الثالثة مركزات هذا النبي كان ساسير صلى الله عليه وسلم وعرضه سومالي بقول هلا أو نقول بقى أيوة هلا يا بكون كيلومتر إنه كحاجة سوسمة أو أنت هذا الدبصة السودان تنا هي مع العرب ترى مركي حتى حوالا إلا جيران خلاص جيل أنا بجر رتي أي أورا أنا ومركب وبحوا أكو راعي جيل أبدا وأتذكر الدول بقول لك أنا في جيل أنا ناي وحوا حلو سمعنا من غن ها هي هذه لو كنت إزداد بقولات ما شاء الله عاو حوي ميل أرك أي كنت الاستعجل إلهي أنا كماسن سبحانه وتعالى لو كنت إزداد بقول وحديث النبي كان عليه الصلاة والسلام أي إلهي نوافجي هنا صعد المرة أنت صلى النبي كان صلى الله عليه وآله وسلم ركبنا والصحابة في أخيارته أن صومرنا دلال الحديث النبوي نادي الله سبحانه وتعالى وفجينا صومرنا أنت كتاب آخرنا هنا كتاب جاري لو كن يزداد بقول وحديث مجري معالم السنة النبوية مقوها هي ما وحسيك درس معالم السنة حقيقة سيك درس بعيد إيوه الوافي الوافي مقوها كن سجال بقوليه لباتن يكو ميوه لاسمين هاي معالم السنة مقوها هي سيد حكونيو سجال بقولها مركو كاسو أردي لكن السنة الثانية وحرارة كيسان مجري حديث مجرد إسكاهي أولي بصيحين قبسا واية حديث لو كنت سديت بقولات وحديث صحيحة قال الإمام النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه قال أنبانا عبد ابن سليمان الكلاعي وثقة قال حدثنا سعيد ما ابن أبي عروة من سحاويا ابن أبي عروة سعيد يا ابن أبي عروة زمان وثقة عن قتادة بن دعامة سدوس البصري واتقنا عن أنس مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأوا حاجة جنين بوأركي يسوق كحي بدنة هل كحيني فقالوا اركبها كر قالوا حين إنها بدنة نبي الله هشان وهدي قالوا حين اركبها كر قالوا حين إنها بدنة نبي الله وهدي قال في الرابعة مركة أفراد حجر يسوى عنان اركبها كر ويلك هلا قادر إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أمر سيه مركة وحسلية أما دم يكون عذا أما تدري الربيسان هنا تسبيسان ومكتب صحيحين مرك أنت أي نبي أن أمر كسي صلى الله عليه وآله وسلم رأيه أنت مرك إن شاء الله تبارك وتعالى مجلسك يعشق النجوم وحيابها مرك مهم ك وباب كان باب الحد كسابسا لون بهاني هي إن آدي آد لغة مرقة وإن حج كقفك ونيست حج سكفريس حج كوين ونيست قفك إنه إله سبحانه وتعالى حج كجيو نيد وينو قبط وليبنا ودي أرقربه مجلس كهر ريو كتاب الحج أقول بلوني واتي أن شيقي إني قفك هذه السنة كي أما بشي واحد من الكويت كوس وقت كون شيلين هذه أتر هذا أسبوع من ملبن كوليدي غف كده أول لها أنا ما ننتبه من الكوليدي صدم كمال مضمي قاين خوني إنسان
كنكون شيرين وصدهم كن طبعاً كبيرات مغينة غنيزة وسدح بقولكم الله يتبيرات مغينة غنيزة سدح بقوليو لحدهم كن واحد كارد إن أنا وحين غنيزة بقولكم وقبلنا بقولكم إن غنيزة هدي أنت أتكلم وريت هاي نشان شاب بقول كل ده ميغيكو قادة نيزا لا بسام هدي أتكتب ريالت هاي والله بقول لكم نقول الدمال ميغيكو قادة نيزا أفر سنة موجود مرك حاجك إلا هذا واحد يبدل ما انتظر وحضر كيزا أفرتان سنة ميلو حكو دولاي أفرتان سنة صومالي حاراني كتتد نوع عزينا دركتو إلهي فقري قاس مرتب محوان مدوش ما بكي زينا ومتنا geelooda iyo adduunkooda iyo beerahooda iyo xoolahooda iyo ayaga isqaada iyo wax badan baa umada ay u duwayeen marka dadka marka aan hajinin bal saas loo fikiro marka qaar inta suugi oo leedahay lacab isku xirmo inta la eegayaan suugaya inay ku soo marnaaba laga yaabo marka hajku waxa aad weyn man hajja wala falam yarfus walam yafsu raja'a ka yawma waladathu ummuhu وحسان نقضى مالين تويدي أي شيء يسأل الله توقفك حج مبرور الله يبارك والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أبالك ون الجنة هين منها ملك حجك وح عادي أماها ماشي وحد يستاقي سهام بيد إلهي وطن أي هو ذا حجيه خيف مسجد الخيف أفرتا أنبياء إلهي أيا كنت كتير وكل يلمحوها من أكو يل وكل دقن جمرات وحاد مريسا معالمتا إسلامك وجي ذي إلا مر شعيرتا محوها كل أيض مريسا مشعر حرام أيض مريسا عرفت صومري منة صومري مزدلفة صومري بيت إلهي سبحانه وتعالى طوافيسا ويحط الخطايا حطا والنبي صلى الله عليه وسلم حاجة نشتك يا الله قابلت تابته دعو دين ميلو دعو خاصة أو الصفا والمروة أي كم تاي أي أجرت جمرات العقبة الأولى والثانية أي كم ده لها لسفرين اللي ودوا عيسته والنبي قال وسمين جل صلاة ولي ودوا عاد ودير سورة البقرة أنت لقى آخر الله توع وح أي النبي عادي هين أي ماشي كجرة مرك وحص وخيراته هنا تحاول يرد كم شخوشة أو لقيا مرك قار حديا تسكير يسوي القامنة أي كسر كشو هنا ضيع ده مرك حجك آديات اللي قد ذلك نعم شو حسين وحلية هل إله الله بريء سنة كورا حج لانا الله هاي كانها تقدر سم حالة قطروة بس صح ما النجا بحوها مركي مسايك الحري دور أن نقولها ماشان كسو عرنا والتي لأشيخ وعاد الشيخ حسين إيه شعاد وشيدة أدي من جنين أنا قول دور أحنا وانتو كن جرني سدح أفر شن لح طلبة سديد وحي إلهي ونا قدر حانو يلينا شعيرا ذي إنا دومين بيتك إلهي سبحانه وتعالى جماعة ولي لقما أوقين انت صيدا إلى لنين ماشا سال لجو لقما تقيد شيخ ملا أوينا تقبه جو انت صيدا وحال إلى لنين يعني شعيرة أيدمين شيخ مركب بإشارة يا بيت إله سبحانه وتعالى هذه سنة كوران لحجن سنة كوران لحجن شو عزيز ولا حج سنة كوران لكن وحايا هين فركو ترس سنة كان وحايا لهذين بقولك بقى فرطن دل والبا انت كحجن جرت بقولك بقى فرطن ايانو قلعين هذا كينيا وكالو حلقيا ما دام اي حجن جرين إلى لحكو نوقف ان لو قلع دينا الله بكل ما يعفون إلى وحجر ومينا شنكو المياه هي مثل لحكو يا ها كينيا الله بكون هاد سوى شيء إنسان مغلب. مرك إن شاء الله والحجني. ركلا ديار جروب. إذا كان وزك تجا إن شاء الله تبارك وتعالى. يا شيخ. ما بجرا دون. ما جهره ما يكون واجبه. ما يكون واجبه. الدوام هذا ديال كات ما بقى. فجعل الله يا. عكس أي نقطة باشه. رجع واحد نسنجر هذا الأدوان زني. مرك. مسألة الله بعد أو كذا ترسم مدة لوريتان قوافق مسكين كا قاربة وحياة إسلام بوا حيكون حجية لكن الحلمية والحوا باش عن يرى ترجيه
نحن ترجينا إسال كوي وكو دافا يما إنا كو دافانا سورة قلب أما أضيق يا أبا دافي إنت قفة وأود لهي وان حجرين وملك موت ومحوان كو كسي كو إلا بقى يتواني بقول يكون يماها إنت قفة وأيقا وحايزتي إنت جدالي سوحي لنا يان وأود نقول له هاي وحدة فين هايقا رواحة وتربة مركا قفك وحيلي كرو لا ظاهرته وبيت إله سوى بغضة وهزو زيارته وحاوياً معالمتها إسلامك هسو أركا قفك إلى أد مشعيد كسو عقليقة أو تكسو أركا وحبضاً أياك مغم تيركي تيرك إنسانك وشانتا يمتك بدا وكا مغم لكن قفك أنا أود أولهين وحل قرب حبي راته ملهم إلهي وإسكعفيي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قفك أود أوله وباسبور هلي كرم وفيزي هلي كرم وديارة هلي كرم وزاد هلي كرم ودقالي هلي كرم وعافماتك جركي سوقب وعافمات هلي كرم قفك عيساقة حتى هواني ده محرم هلي كرتو انت صوت من قفك هلي كرم وعلى قربة ومن كفر انت قفك هلي كرم ومكة دمنا ديده فإن الله غني عن العالمين إلهي سبحانه وتعالى مخلوقي صوت من وكد يختم أذيهم بيكود رنتهي مرك إلهي وحق قدينا سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أنت أنوري قد حجين حج يسر الله ويسره حج آد سهلا ودم بقوضة لقول رافة ودرجة لقول سر مريء ومراد قد الدنيا آخرة ويكوه لنا الله سيب أنت أنا سوى حج سينا أيقنا حج سيدا سوكر أيقنا الله سيب ويكون نغضان اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.